رمضان كانت به هواي امور، ومن هذه الامور والبرامج هي برامج المقالب. نعم. اللي صارت، واحد البرامج للزميل رسلان حداد، وانت كنت موجود بهذا البرنامج. برايك هذه البرامج ممكن تكون بها رساله؟ وانت شخصيا شنو انطباعك اللي صار؟ وصراحه كنت تدرب المقلب لو ما تدرب؟ شوف اقول لك ابو حسين، كل الكاميرا الخفيه اتفاق، كل الكاميرات الخفية عالمية عربيا كذا من أجل يخلقون فد بسمة كذا عند المشاهد. نعم. بس أنا بطبيعتي كمحمد هاشم بعيد عن موضوع الكاميرا الخفية. الدليل ما يعني عمري ما طلعت بكاميرا خفية، وما صح. يعني مو منطقتي، مو غلط على فكرة، مو غلط تروح وتشارك وكذا من أجل أن المشاهد يسعد الناس. مو 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 غلط، بس أنا ما يعني أنا ما أدبر هالحقيقة، مو منطقتي هذه. حلو. فأنا ويا رسلان ما كنت أعرف. لو كنت أعرف كان يعني أرفض. أنا اتصلوا بي جهة إنتاجية محترمة كذا، يا بعدنا موضوع إنساني وأنت عندك مختص بهذا، وأكو عائلة نازحة وراجعة، فريد نودي لهم بعض الهدايا والأغراض والكذا. يعني خلاص، والصار اللي صار اللي شافه المشاهد. أنت تقدر تحكم سواء أنا كنت أعرف أو ما أعرف من خلال سلوكي وتصرفي وكذا، بس أنا ما كنت. طيب يعني هسه المشكلة مو أنت تعرف أو ما تعرف، هذه البرامج بيها رسالة. هسه بغض النظر بها رسالة أو ما رسالة، بس أنا عندي ملاحظة أنه كل مقدمي الكاميرا الخفية يصيرون رامز جلال. قانون نفسه يعني وكل ممثلين وخصوصا الشباب اللي يصير محمد رمضان زين حسن. يا با على كيفكم شوية، كل شخص إلى يعني إلى شخصيته وإلى إلى منجزة وإلى كذا، ومو غلط الكاميرا الخفية. عشت إيدك.